طيب بسم الله نبدأ بقى في الكورس بتاعنا. أول حاجة لازم نعملها في الكورس بتاعنا قبل ما نبدأ في الجد فيه إن إحنا نبني اللاب اللي هنطبق عليه عملي المواضيع اللي إحنا هنشرحها. طيب عشان نبني اللاب ده إحنا محتاجين إيه؟ محتاجين جهاز يكون عليه ويندوز سيرفر 2016 عشان هنشرحه ونشوف إزاي نشتغل عليه عملي، تمام؟ محتاجين جهاز يكون عليه ويندوز 10 عشان نشوف ازاي برضو نتعامل معاه، وهكذا محتاجين كذا جهاز. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنشتغل على الاجهزة دي ازاي؟ هنسطب برنامج اسمه في ام وير ورك ستيشن، هتلاقوا في لينك من التلات لينكات اللي انا اديتهم لكم امبارح، تحديدا اللينك التالت دوت لو دخلت عليه كوبي اهو. اللينك ده فيه معظم التولز اللي احنا هنحتاجها. هتلاقي من ضمن البرامج اللي موجودة هنا اهو برنامج اسمه VMware Workstation، ده فيرجن 12، احنا مش فارق معانا اشتغل على فيرجن 11 فيرجن 12، نزل دلوقتي لحد تقريبا فيرجن 16، فمش فارق معانا اي فيرجن اشتغل عليه براحتك يعني. طيب عايز تشتغل على فيرجن 12 ماشي، نزل ده، هستأذنكم هتنزله ده وهتسطبه البرنامج ده. بعد ما بتسطبه لان هو المفترض ان هو برنامج بفلوس اهو، بص موجود عندي هنا اهو الفي ام وير اهو، بعد ما هتسطبه بيحتاج سيريال هتدخله السيريال في ملف هنا، حط فيه اي سيريال من دول، تمام؟ لازم طبعا تحط له السيريال عشان تعرف تستخدمه. حطيت له السيريال تمام، شغله بقى السيت اب بتاعه ما فيهوش اي حاجه، نيكست 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 نيكست، سهل جدا زي اي برنامج بيتسطب. بعد ما تسطبه هتلاقي ظهر لك على الديسك توب بالايقونه بتاعته اهي اللي انا حاططها تحت اهي، هيفتح معاك بالمنظر ده. انا اوريدي يعني انا عامل جواه حاجه بيسموها فيرتشوال ماشين. يعني ايه فيرتشوال ماشين؟ يعني ماشين وهميه مش حقيقيه، يعني دي انا ما جبتش جهاز كمبيوتر اخر فيزيكال قدامي وهنزل عليه ويندوز، لا ده هي حاجه كده وهميه، وكأن عندي ايه، وكأن عندي جهاز كمبيوتر اخر اهو وهشغله. انا اوريدي عملت ماشين نزلت عليها ويندوز سيرفر 2016، اوريدي عملت ماشين تانيه اهي نزلت عليها اكس بي، عملت ماشين نزلت عليها 10، عملت ماشين نزلت عليها 7. طبعا انا هقول لك انا عملت الماشين دي ازاي. دي كده بيسموها ايه؟ فيرتشوال ماشين، يعني ماشين وهميه. انا كده كده في حقيقه الامر عندي كام جهاز فيزيكال؟ هو جهاز واحد بس، هو اللابتوب بتاعي فقط اللي انا شغال عليه، بس فيرشوالي يعني تخيليا او وهميا كأن عندي كام جهاز. كأن عندي، بص، الجهاز الرئيسي ده يعتبر جهاز، وزرعت جواه داخل برنامج الفي ام وير كام جهاز؟ 1 2 3 4، يعني كأن عندي 5 اجهزة. الجهاز الرئيسي نازل عليه ويندوز اهو، ده الجهاز الرئيسي انا منزل عليه ويندوز ايه ايا كان مش فارق معايا، نزل عليه مثلا ويندوز سيرفر اهو. طب والفيرشوال ماشينز اللي جوه، منزل بقى على كل واحد ايه نظام تشغيل مختلف بقى، ممكن تنزل لينكس، ممكن تنزل ويندوز سيرفر بانواعه اكس بي 7 8 10 اي حاجه، يعني انا عامل اهو ماشين عليها 8 وواحده تانية عليها اكس بي وهكذا. في ماشينز هنا حاجات عليها لينكس وبنتو، في حاجات عليها اندرويد، براحتك بقى تعمل اي فيرشوال ماشينز انت ايه انت عايزها وتشغلهم بالمنظر ده وتتعامل معاهم وتقدر تتنقل ما بينهم على فكره. يعني اهو انا هاجي على الجهاز ده اشتغل عليه عادي جدا، وبعدين اروح على الجهاز ده ابدا اشتغل عليه، وبعدين اروح على الجهاز ده اهو
اشتغل عليه، وبعدين اهو ده اهو ده انا محتاج اعمل بس عليه لوجن. لوجن ادي الاربع اجهزة اهو. تمام، يبقى احنا الوضع عندنا دلوقتي كالاتي. نفتح كده النوت. طبعا انا هعلمك ازاي انا عملت هذه الفيرشوال ماشين، وازاي نزلت جواها الويندوز اللي انا بستخدمه. الوضع عندنا كالاتي: الجهاز الرئيسي اللي انا شغال عليه هو نفسه عليه اوبريتنج سيستم. عارف الاوبريتنج سيستم اللي على الجهاز الرئيسي بيسموه ايه؟ بيسموه هوست اوبريتنج سيستم. ده اللي هو انا منزله على جهازي اللي هو اللابتوب بتاعي، انا منزله ويندوز سيرفر 2019. وبعدين انا سطبت جواه برنامج الفيم وير. طيب، وقدرت من برنامج الفيم وير، تحديدا اسمه فيم وير ورك ستيشن، ها ورك ستيشن، عشان خلي بالك فيم وير ده اسم الشركه، دي شركه اسمها فيم وير. ورك ستيشن ده احد البرامج اللي هي عاملاها، لكن في برامج اخرى يعني شركه في ام وير عاملاها غير اللي هو الفي ام وير ورك ستيشن. عملت جواه انا ايه؟ عملت جواه ماشين، والتانيه عملت اربعه فيرتشوال ماشين بيسموها حتى ايه؟ في ام، في ام فيرتشوال ماشين 1، فيرتشوال ماشين 2، فيرتشوال ماشين 3، وادي الرابعه هتبقى فيرتشوال ماشين 4. تقدر تعمل فيرتشوال ماشينز زي ما انت عايز طالما عندك مساحه فاضيه في البارتيشنز بتاعتك. وخد بالك كل فيرتشوال ماشين بتعملها في النهايه بتبقى عباره عن فولدر. فولدر يعني بصوا كده، لو انا رجعت مش انا عامل هنا اهو، ادي واحده الثانيه الثالثه الرابعه. طب دول عباره عن ايه؟ بصوا كده عباره عن ايه. هفتح انا عندي ماي كمبيوتر، تحديدا فين؟ في الدي. انا عامل فولدر اسمه ام سي اس اي 2016 ماشينز، هدبل كليك عليه كده. بص الفولدر الاولاني ده بتاع الماشين اللي هي عليها ال 2016، الفولدر الثاني ده بتاع الماشين اللي هي عليها اكس بي، التالت بتاع 10، الرابع بتاع 7. ايه ده؟ يعني كل ماشين وهميه حضرتك بتستخدمها بتبقى عباره عن فولدر موجود على جهازك. يعني على فكره انت لو مش عايزها مستقبلا خلاص رايت كليك هنا كده، اعمل لها شوت داون او باور اوف، وبعدين امسح الفولدر بتاعها. بص انا عامل بقى كام واحده، دي عليها 2016، دي عليها اكس بي، دي عليها 10، عليها 7، اكس بي 8.1، ودي 10، ودي 2016 2016. كل دول من اول هنا كده، بص بص بص، من اول 9 لحد 18 دول كلهم فيرتشوال ماشينز عليهم ويندوز سيرفر 2016. هعلمك طبعا انا ازاي عملت هذه الفيرتشوال ماشين. تمام، طيب جميل. هرجع تاني كده، يبقى كل واحده من دول عباره عن فولدر، وخلي بالك كل واحده واخده مساحه، واخده مساحه من الـ من الـ من البارتيشن اللي عندك. عشان كده حضرتك لازم يكون عندك مساحه كافيه لو انت عايز تكريت كذا فيرتشوال ماشين، يكون عندك مساحه كفايه في اي بارتيشن فاضي عندك. ويا ريت الله يكرمك يبقى البارتيشن ده يكون في هارد زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت اس اس دي، عشان تلاقي الفيرتشوال ماشينز بتاعتك شغاله معاك بسرعه. ممتاز، نرجع تاني. كل فيرتشوال ماشين من دول هتنزل جواها ويندوز، يعني هتنزل مثلا جوه ديت ويندوز سيرفر 2016، ويندوز سيرفر هنا مثلا اكس بي زي ما انا منزل، هنا مثلا 10، هنا 7، وهكذا. عارف نظام التشغيل اللي بينزل جوه الفيرتشوال ماشينز بيسموه ايه؟ بيسموه جيست اوبريتنج سيستم. جيست اوبريتنج سيستم، يبقى في مصطلحين خدناهم دلوقتي: هوست اوبريتنج سيستم. هوست اوبريتنج سيستم ده اللي بيبقى نازل على ايه؟ ده اللي نازل على الفيزيكال ماشين، على الجهاز الرئيسي بتاعك.
طيب وبعدين انت قسمته من جوه لفيرشوال ماشينز، اللي هينزل جوه ده بيسموه جيست اوبريتنج سيستم، تمام كده؟ طب اقدر ابني شبكه ما بين دول؟ طبعا انا لاحظت ان المحاضره اللي فاتت ان كلكم ما شاء الله واخدين سي سي ان ايه، فكلكم عارفين الجهاز اللي اسمه سويتش، صح كده؟ في حد مش عارف يعني ايه سويتش؟ طيب انا لو عايز ابني شبكه ما بين دول، اربط دول ببعض، يبقى لازم اعمل ايه؟ اجيب سويتش. وخلي بالك، ولازم كل جهاز من دول يبقى فيه كارتة نتورك، ده فيه كارتة نتورك، وده فيه كارتة نتورك، وده فيه كارتة نتورك، وده كمان فيه كارتة نتورك. طب وبعدين اربطهم كلهم بسويتش، ساعتها ان شاء الله هيقدروا يتكلموا مع بعض، هيقدروا يتكلموا مع بعض. طب اجيبه منين السويتش ده؟ اجيبه منين؟ قال لك ما شاء الله برنامج الفيم وير يقدر يعمل لك لحد 20 فيرشوال سويتش، يعني 20 سويتش وهمي مش حقيقي، تمام؟ طب ازاي؟ ازاي؟ تعال اوريك ازاي. اجي هنا كده على برنامج الفيم وير، ده البرنامج نفسه، هروح على اديت، هلاقي حاجة اسمها فيرتشوال نتورك اديتور، من هنا بقدر اعمل سويتشات وهمية زي ما عملت ماشينز وهمية نزلت عليها ويندوز، اقدر اعمل سويتشات وهمية. فهقول له اديت فيرتشوال نتورك اديتور، بص بقى ما شاء الله هنا عندك ايه، ده السويتش الاولاني في ام نت 0 في ام نت 1. لاحظ في الفي ام وير بيسموا السويتش ايه؟ في ام نت، وبيديله رقم في ام نت 0 في ام نت 1 في ام نت 2 في ام نت 3 4 5. طب دول كام؟ دول من اول 0 لحد 10. انا كنت عاملهم، عايز تاني دوس اد، ومعاك 11 و12 لحد 19. يبقى انت كده تقدر تعمل كام سويتش؟ من اول 0 لحد 19، يبقى توتال كام سويتش؟ توتال 20 سويتش، تمام؟ توتال 20 سويتش. طب اعمل اي واحد منهم، يعني زي مثلا في ام نت 1، هتعمل واحد اللي هو من ضمن ال 20 هيبقى في ام نت 1. لاحظ هنا اسم السويتش ايه؟ في ام نت 1 في ام نت 2 في ام نت 3 في ام نت 4 وهكذا. طب فاضل ايه بقى؟ فاضل كل جهاز من دول هيبقى فيه كارت نتورك تتربط بهذا السويتش، ده فيه كارت نتورك تتربط بهذا السويتش، ونفس الكلام هتربط لي الاربعه بنفس السويتش. طب ازاي نعمل حاجه زي كده؟ بص بقى ركز معايا، لو رحت على الجهاز الاولاني رايت كليك عليه وقلت له سيتنجز، بيجيب لك اعدادات الجهاز الاولاني ده. طب من ضمن الاعدادات بيقول لك هذا الجهاز راكب فيه كارت نتورك، طبعا دي مش كارت نتورك حقيقيه، دي كانت الجهاز ده كله على بعضه وهمي فيرتشوال، تمام؟ دي كارت نتورك فيرتشوال. بص هيقول انت عايز تربطها بانهي سويتش، وجايب لي لسته بالسويتشات، انا هختار اي واحد من دول، زي مثلا هختار 1 واقول له اوكي. يبقى بالعقل والمنطق كده لو رحت على تاني جهاز رايت كليك سيتنج، يبقى اختار ايه برضو هختار من الليسته ديت 1. نفس الكلام على التالت رايت كليك سيتنجز، برضو هختار من الليسته ديت 1. والرابع نفس الكلام رايت كليك سيتنجز، واختار هنا 1. يبقى كده الحمد لله احنا عملنا ايه؟ عندنا لاب يحتوي على اربع اجهزه 2016 اكس بي 107. مش بس كده، ده انا ربطتهم ببعض، ده انا ربطتهم ببعض. طيب عايزين نعمل ايه كمان؟ طبعا ما تقلقش، انا لسه هقول لك انا عملت الفيرتشوال ماشين دي ازاي، وكمان لسه هعلمك ازاي تعمل انستليشن لويندوز سيرفر. انا بس ايه دخلت عليهم وهم متسطبين، ما تقلقش هرجع تاني واقول لك انا سطبتهم ازاي. طيب انتوا طبعا عارفين بما انكم دارسين شبكات
ان كل جهاز في عالم النتورك لازم يكون ليه اي بي وماسك، صح كده ولا ايه؟ هو ده اللي انا هعمله دلوقتي. بص انا هدي الجهاز ده اي اي بي يعجبك، يعني انا مثلا انا متعود اديله اللي هو عليه 2016 ده، متعود اديله 10.0.0.200، وده هديله 10.0.0.1، 10.0.0.2، 10.0.0.3. تمام، هجرب كده ادي كل جهاز اي بي، وهجرب اعمل ايه، هجرب ابنج من جهاز على جهاز تاني عشان اتاكد ان الاجهزه قادره ان هي تكلم بعض. يبقى انا كده بنيت نتورك، صح؟ ده انا بنيت نتورك كامله متكامله داخل برنامج ايه، داخل برنامج الفيموير، عشان ابدا اطبق عليها عملي المواضيع اللي احنا هندرسها مع بعض بعد كده. طيب ممتاز، تعالى ندي كل جهاز اي بي. هروح على الجهاز الاولاني، طبعا انتوا اكيد عارفين ازاي تدوا الجهاز اي بي. ادي اعدادات كارت النتورك، اروح على كارت النتورك بتاعي بروبرتيز. انا ناوي ادي الجهاز ده اهو 10.0.0.200. عايز تديله انت اي اي بي براحتك، يعني مفيش مشكلة. وادي الماسك اهو، مش عايزين احنا جيت واي ولا عايزين دي ان اس. انا جيت واي ده بحتاجه لو انا ناوي اربط جهازي بالنت، او يعني يكلم اي حد في رينج مختلف. انا يا دوبك باني شبكه فيها 4 اجهزه وشكرا على كده، اقول له اوكي. يبقى ادي اول جهاز اديته اي بي. طيب الجهاز اللي بعده، ده هديله 10.0.0.1. اوكي، اللي بعده اللي هو 10 ده هديله 10.0.0.2. اللي بعده هديله 10.0.0.3. هو انا اوريدي عاطيله من قبل كده 10.3. هجرب اعمل ايه بقى؟ هجرب عشان اطمن ان انا شغلي تمام، وان ال4 اجهزه دول شايفين بعض، هبنج من اي جهاز على اي جهاز تاني. يعني هجرب كده مثلا السيم دي، هبنج على 10.0.0 مثلا 200، انتر. المفترض يعني البنج يشتغل، بس البنج مش هيشتغل، ولا 10.200 هيشتغل، ولا 10.1. على الرغم من ان انا شغلي صح، يعني انا فعلا ربطت الاجهزه تمام وكل جهاز واخد اي، حد يقدر يستنتج ليه البنج ما اشتغلش؟ شغل نتورك بقى. ها، حد يقدر يستنتج ليه البنج ما اشتغلش؟ طيب سمعتوا عن حاجة اسمها فايرول؟ فايرول كلكم طبعا واخدين ان ايه وعارفين يعني ايه فايرول. حد مش عارف يعني ايه فايرول؟ تمام. طب معلش حد يطمني كده، الصوت عندكم تمام والصورة ولا في تقطيع؟ معروف، تمام. ممتاز. طيب باي ديفولت انظمه التشغيل بتاعت مايكروسوفت بيبقى فيها فايرول. هذا الفايرول لو شغال الديفولت بتاعه ان هو بيضرب البنج، بيضرب اي حد يتكلم معايا بيتعمل له دروب. فانا محتاج اعمل ايه عشان اطمن ان شغلي تمام؟ انا هروح على جهاز دلوقتي اقفل الفايرول. هروح على الجهاز ده هقول له معلش اقفل عندك الفايرول. مفترض بقى ان انتوا عارفين يعني ايه فايرول بالتفصيل. اوكي، طيب اروح على 7 اقفل الفايرول.
هروح على اكس بي، اقفل الفاروق. هروح على الجهاز اللي عليه ويندوز سيرفر 2016 وهقفل عليه برضو الفايروس. انا بس عشان هي عايزه بنج كده واطمن ان الاجهزه بتعرف توصل لبعضها. تعالوا نرجع بقى كده تاني على ويندوز 7 او على اي جهاز ونقول له بنج على 10 1، البنج اشتغل تمام. طيب بنج على 10 200، البنج شغال تمام. بنج على 10 2 كده الحمد لله، 10 3 قدر يبنج على باقي الاجهزه كلها. طيب من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم تبقى عارفها ان في عالم الشبكات بالذات على انظمة مايكروسوفت، كل جهاز بجانب ان هو ليه اي بي بيبقى ليه اسم، بيبقى ليه اسم. جهاز الكمبيوتر نفسه بيبقى ليه اسم، تمام. انا مثلا مسمي ده، مسمي الجهاز ده كلاينت 1، كلاينت 1، ومسمي ده كلاينت 2، ومسمي ده كلاينت 3. مهم جدا جدا تهتم باسماء الاجهزه. اسماء الاجهزه اللي جوه شبكتك هيفيدك كتير وهيهمك كتير جدا جدا، تمام. طب تعال نشوف اسم الجهاز ده اعرفه منين واغيره ازاي لو انا حابب. بص لو رحت على ويندوز 10 مثلا اهو، رايت كليك على ماي كمبيوتر بروبرتيز، هتلاقي هنا ايه، بص هتلاقي هنا كمبيوتر نيم. بص الجهاز ده انا مسميه ايه، مسميه كلاينت 2. طب انا لو مش عاجبني الاسم ده عايز اغيره، تشينج سيتنج، تشينج سيتنج، تشينج، واديله الاسم اللي انت عايزه اهو. بس خلي بالك النيم ده ما ينفعش يبقى فيه مسافات، يعني مثلا لو قلت له كلاينت مسافة 2 هيقولي لا ما ينفعش. ده مش بس مسافات، اي رمز من الرموز اللي انت شايفها قدامك ديت ممنوع تتحط في هذا النيم. الرمز الوحيد اللي ينفع تحطه اللي هو الداش، ده الوحيد اللي ينفع يتحط. طيب يبقى الاسم ده ليه شروط، خلي بالك ليه شروط. انا مثلا مسميه هنا كلاينت 2، لو عايز تغيره غيره، بس خد بالك لو غيرت اسم الجهاز لازم ترستر. طب لو ما عملتش ريستارت هيفضل عايش بالاسم القديم لحد ما ترستر، لما ترستر يبقى يعيش بالاسم الجديد. انا مسمي ده كلاينت 2. طيب وده اللي هو اكس بي، ده انا مسميه ايه؟ رايت كليك على ماي كمبيوتر بروبرتيز كمبيوتر نيم، انا مسميه كلاينت 1. عايز تغيره قول له تشينج وحط الاسم اللي يعجبك وتراستر بعدها زي ما اتفقنا. طيب 7 ده اسمه ايه؟ رايت كليك على ماي كمبيوتر بروبرتيز كلاينت 3. طب سؤال، هو الاسم ده اتحدد ازاي؟ مفترض حضرتك وانت بتنزل الويندوز سواء بقى اكس بي او 10 او 7 اثناء الانستليشن بتاع الويندوز بيقول لك، هو بيسالك يقول لك هو انت عايز تسمي الجهاز ايه؟ عايز تسميه كلاينت 1 ولا كلاينت 2 ولا كلاينت 3 ولا اختار انت اي اسم يعجبك. اهم حاجه بس الله يكرمك اوعى تدي لجهازين نفس الاسم، اوعى تدي لجهازين نفس الاسم عشان ده هيعمل لك مشكله كبيره، تمام. انت تراعي ان كل جهاز يبقى ليه اسم مختلف عن التاني. حلو جدا. طيب على اكس بي وانت بتنزله بيسالك على الاسم، انا سميته كلاينت 1، على 10 سميته كلاينت 2، على 7 سميته كلاينت 3. طيب بالنسبه لويندوز سيرفر 2016، ويندوز سيرفر 2016 وهو بيتسطب ما بيسالكش على اسم الجهاز، امال ايه؟ قال لك هو بيجنريت اسم عشوائي. طب بيبقى ايه يعني؟ بص كده، لو وقفت على ماي كمبيوتر رايت كليك وبروبرتيز هتلاقي بص بيعمل لك اسم عشوائي. بص مسميه ايه؟ مسميه هقول له تشينج، طبعا تشينج، مسميه وين مش عارف 03 حاجه عشوائيه كده. وهو عمل كده ليه؟
عشان والويندوز بينزل ما يقعدش يقرفك ويسألك كل شوية على حاجة. هو قال لك انا هعمل لك اسم من دماغي، انت بقى بعد كده عايز تغيره بعد ما الويندوز ينزل يبقى غيره. يعني انا فعلا هغيره دلوقتي. بص هسميه، هسميه بي دي سي. ايه بي دي سي دي؟ بي دي سي دي على فكرة ليها معنى، يعني الثلاث حروف دول البي والدي والسي دول اختصار لكلمة مشهورة انا هكتبها بس لسه شرحها هيجي قدام. اختصار لي برايمري، برايمري دومين كنترولر، برايمري دومين كنترولر بي دي سي. يعني ايه برايمري دومين كنترولر؟ يا نهار ابيض، ده موضوع كبير هنتكلم عليه لسه بالتفصيل. انا بس عايزك تعرف دلوقتي ان بي دي سي ديت مش اي حروف انا حاططها وخلاص، دي ليها معنى. المهم حط اي اسم يعجبك مؤقتا دلوقتي. فانا ناوي اسمي الجهاز اللي نازل عليه ويندوز سيرفر 2016 ده، ناوي اسميه بي دي سي اهو، بي دي سي. طبعا لو قلت له اوكي، اوكي بص هيقول لي ايه دلوقتي بعد ما اخلص، اقول له اوكي كلوز، قال لي لا معلش انا محتاج ريستارت. طب انا لو قلت له لا بعدين، قال لي خلاص ده هيتغير، هو هيفضل عايش بالاسم ده، هيتغير لما تراستر. طب بالمرة هعمل ايه دلوقتي؟ انا هراستر هذا الجهاز، ريستارت كونتينيو. يبقى ده دلوقتي بيتعمل له ايه؟ بيتعمل له ريستارت. تمام، احنا كده اللاب اللي عملناه ايه عشان بس الناس ما تتوهش، سطبنا برنامج الفي ام وير ورك ستيشن، وريتك جواه اربعه فيرتشوال ماشين، ربطتهم الاربعه ببعض عن طريق سويتش وهمي، اديت كل جهاز اي بي، قفلت الفاير وول على الاجهزه وبنكت ما بينهم والبنج اشتغل تمام، اديت كل جهاز نيم. ايه رايك بقى ان النيم ده مهم جدا جدا لا غنى عنه؟ وايه رايك ان انا ممكن اكلم الاجهزه باسمائها؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك تقدر من اي جهاز تبنج على اي جهاز تاني باسمه. طول عمرك متعود ان انت لما بتيجي تبنج بتبنج ايه؟ بتبنج مسافه وتكتب ايه؟ تكتب الاي بي، الاي بي بتاع الجهاز اللي انت عايز تبنج عليه. لا حضرتك ممكن تبنج مسافه وتكتب النيم بتاع الجهاز اللي انت عايز تبنج عليه. عشان كده قلت لك الله يكرمك راعي ايه؟ راعي ان كل جهاز يكون ليه نيم مختلف عن التاني. تمام؟ يعني تعال نجرب كده، ايه رايك وانا مثلا على 7 هبنج على كلاينت 2، هبنج على كلاينت 1، هبنج على البي دي سي، نشوف ايه اللي هيحصل، البنج هيشتغل ولا مش هيشتغل. احنا لسه حالا من شويه بنجنا تمام والبنج اشتغل بس على الاي بي هات. طب بص بقى انا هبنج دلوقتي على ايه؟ هبنج على كلاينت 1. ايه ده اشتغل تمام زي الفل. هبنج على كلاينت 2 اشتغل تمام. هبنج على كلاينت 3 ده اللي هو نفسي، خلاص انا مش هبنج على نفسي، هبنج على البي دي سي اشتغل تمام. اهو واضح ان البي دي سي خلاص اشتغل اهو، وعايز بس اكتب الباسورد عشان اعمل لوجن عليه. تمام، يبقى كده الحمد لله كل جهاز ليه اي بي وليه نيم. خد بالك النيم ده في الواقع العملي بيبقى ليه قواعد. يعني ايه ليه قواعد؟ يعني مش بتحط اي اسم كده من دماغك وخلاص، يعني لا ليه ديزاين، يعني ديزاين محترم كده عشان حضرتك ترتب الدنيا عندك. بينصح بايه؟ طبعا انت في الواقع العملي مش هيبقى عندك في الشركه اربع اجهزه، انت ما شاء الله هيبقى عندك عدد كبير من الاجهزه، يعني في بعض الاماكن بيوصل ل 5000 جهاز، 2000 جهاز، 10000 جهاز، حسب حجم حسب حجم الشركة عندك. ممتاز. طب هذه الأجهزة اللي عندك في الشركة بتلاقيها إيه بقى؟ في أجهزة تابعة لقسم الأي تي. أي شركة في الدنيا بتبقى متقسمة لأقسام، أجهزة تبع قسم الأي تي، وفي أجهزة مثلا تبقى تابعة في الشركة لقسم الاتش ار، في اجهزه تبقى في الشركه تابعه
لمثلا قسم السيلز وهكذا. بص اي شركه كده بيبقى فيه موظفين شغالين فيها تبع الاتش ار، تبع الاي تي، تبع السيلز، تبع الماركتنج، الاكاونتنج، اللو، البرودكشن، الفاسيليتي، دي بتبقى اقسام للشركه، وكل قسم ليه الموظفين الخاصين بيه، وكل موظف ليه جهاز الكمبيوتر اللي بيشتغل عليه جوه الشركه. تمام؟ فهنفترض مع بعض ان دي اجهزه قسم الاي تي، اجهزه الموظفين اللي شغالين في قسم الاي تي، دي اجهزه الاتش ار، دي اجهزه السيلز. بينصح بايه؟ ان انت تسمي الجهاز اسم يدل على القسم اللي هو بينتمي اليه، اسم يدل على القسم اللي بينتمي اليه. يعني مثلا هو الجهاز ده في قسم ايه؟ في قسم الاي تي. اه خلاص تعالى نسميه اي تي حاجه، يعني مثلا اي تي مثلا داش 1. فاول ما اشوف جهاز اسمه اي تي داش 1 اعرف ان ده احد الاجهزه اللي في قسم الاي تي. طب واللي بعده؟ اي تي داش 2، اي تي داش 3 وهكذا. طب واجهزه الاتش ار؟ اتش ار داش 1، اتش ار داش 2، اتش ار داش 3 وهكذا. ده ديزاين من الديزاين، يعني الموضوع ده ساعات بيختلف من شركه لشركه، بس ده البيست براكتس، ده الافضل. ان انت بص الجهاز تسميه باسم يدل على القسم اللي هو تابع ليه وتحط جنبه رقم، لان انت هيبقى عندك في القسم كذا جهاز. انا لو شفت جهاز معايا اسمه اتش ار داش 10 هعرف ان ده الجهاز العاشر في قسم الاتش ار. فالاسم مفيد في كذا حاجه، اقدر استخدمه عشان اتكلم مع الاجهزه. يعني انا لما باجي ابنج على جهاز او عايز اوصل لجهاز ممكن اوصل له باسمه. تمام؟ ادي اول فايده للاسم. ثانيا بعرف من اسم الجهاز هو تبع انهي قسم، هو رقمه كام داخل القسم وهكذا. فده ديزاين مشهور. انا بقى عملت ايه؟ لا انا ما عملتش كده، انا سميت ده كلاينت 1، كلاينت 2، كلاينت 3. لكن الديزاين الصح ايه؟ اي تي داش 1 وهكذا. ها ساعات في بعض شركات بيعملوا ايه؟ بيسموا كل جهاز باسم الموظف اللي هيشتغل عليه. يعني مثلا الجهاز ده بتاع موظف اسمه ابراهيم فبيسموا الجهاز ده ابراهيم داش بي سي مثلا. ده ديزاين ساعات بيستعمل، بس ده غلط. ده غلط ليه؟ هنفترض الموظف صاحب الجهاز ده ساب الشركه ومشي وجي واحد بداله، فاصبح اللي بيستخدم الجهاز ده بقى موظف تاني غير ابراهيم، واخد بالك؟ فمحتاج انت تغير اسم الجهاز ده لو انت عايز تبقى الدنيا منظمه عندك. دي حاجه. الحاجه التانيه ان ساعات بيبقى الموظف ملوش جهاز بعينه يشتغل عليه. يعني مثلا موظف الاتش ار بيشتغل على اي جهاز فاضي في الاتش ار، مش شرط يبقى جهاز بعينه. موظف السيلز يشتغل على اي جهاز فاضي في السيلز وهكذا. موظف الاي تي اي جهاز فاضي في الاي تي، لكن ملوش جهاز مخصوص بيشتغل عليه ومحدش بيقعد عليه غيره. واصله؟ يبقى ده بالنسبه لي الاسماء بتاعه الاجهزه زي ما انت شايف ليها قواعد حضرتك لازم تمشي عليها. اي حد عنده اي سؤال حتى الان؟ ممتاز. طيب في حاجة كمان عايزك تراعيها الله يكرمك عشان الجهاز عندك ما يهنكش معاك. باشمهندس حامد بيسأل هل الأفضل نربط الجهاز باسم الموظف؟ لا، ما احنا قلنا هذا الديزاين لا ينصح بيه. في ناس بتعمله بس لا ينصح بيه. ليه؟ لأن ممكن موظف يكون بيقعد على أكتر من جهاز، ده أولاً. ثانياً ممكن الموظف ده يمشي ويجي واحد غيره ويقعد على نفس الجهاز، أنت كده مضطر إن أنت تغير اسمه. خد بالك؟ فالأفضل ده الديزاين الأفضل. هنفترض بقى في جهاز معين معروف إن محدش بيستخدمه غير موظف معين وأنت عايز تسميه باسمه لتنظيم أكتر، خلاص سميه باسمه. لكن الديزاين الأفضل الديزاين اللي أنا قلت عليه ده. تمام. ممتاز. طيب حاجة مهمة لازم تراعيها وانت بتعمل الفيرشوال ماشينز اللي احنا هنشوف ازاي نعملها كمان شوية. كل فيرشوال ماشين من دول
بتعمل ايه؟ بتسحب مساحة من الهارد الاساسي بتاعي. يعني انا قلت لك ان كل في ما من دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن فولدر. وريتك الفولدر عندي، بص كده لو فتحت عندي الدي اهو ام سي اس اي 2016، ده فولدر، ده ساحب مساحة حجمه قد ايه مثلا؟ حجمه 20 جيجا، خد بالك. ده فولدر ساحب مساحة، ده فولدر، ده فولدر. حد بيقول سامح هل تريد وصول للجهاز اذا الموظف استقال؟ اه تمام. طيب فكل ماشين عبارة عن فولدر، فالله يكرمك اعمل حسابك، اعمل حسابك ان يبقى عندك مساحة كافية. ده اولا. ثانيا لو وقفت انت على الماشين دي رايت كليك سيتنجز، هتلاقي هنا حاجة اسمها ميموري. ميموري ايه ده؟ دي الرامات الخاصة بهذه الماشين. انا قلت لك المحاضرة اللي فاتت الله يكرمك يا ريت جهازك الرئيسي يبقى راماته على الاقل يعني 8 ويا ريت 16 جيجا. رايت كليك على الجهاز ده بروبرتس كده هتلاقي الرامات بتاعته 16. سؤال، هل انا مستخدمهم كلهم؟ الاجابة لا. طب انا عايز استغلهم، هستغلهم في ايه؟ هستغلهم مع الفي ام وير. بص بقى، كل ماشين من دول بتقتطع جزء من الرامات بتاعتك، بتعتمد على جزء من الرامات بتاعتك. فانا اديت اول ماشين اللي هي انهي اللي عليها ال 2016 ديت، اديتها قد ايه؟ بص اديتها 1 جيجا. 1 جيجا اهي. طيب الماشين التانية رايت كليك سيتنج اكس بي مش مستاهله، هي يا دوبك ايه مثلا 256 ميجا. طبعا انت ممكن تزود من هنا او تقلل من هنا، لكن حلوة قوي على اكس بي ربع جيجا تشغلها زي الفل. طيب تن انا اعطيها 3 ارباع جيجا، حلوة قوي كفاية عليها. طيب 7 انا اعطيها نص جيجا 512. اوعى انت بقى تيجي على ماشين مثلا يعني تديني ليها 4 جيجا ولا 8 جيجا، وانت كده هتخلص الرامات بتاعتك على فيرشوال ماشين واحده. هي حلوه قوي على الجهاز اللي عليه 2016، حلوه قوي عليه جيجا تشغله تمام، جيجا ونص، خد بالك. لكن ما تديش ليه؟ عشان يبقى عندك فرصه ان انت تشغل فيرشوال ماشينز اخرى. اخلي بالك انا بص عندي كل دول فيرتشوال ماشينز، هل كل دول ساحبين مساحات من الرامات؟ لا، اللي بيسحب مساحه من الرامات الماشينز اللي بتشغلها. دي اشتغلت يبقى هتسحب قد ايه؟ زي ما شفنا هتسحب 1 جيجا، دي كده هتسحب 1 جيجا اهي. طيب وهكذا، دي هتسحب ربع جيجا، دي 3 ارباع جيجا، دي نص جيجا، وهكذا. طيب عندي فرصه دلوقتي ان انا اشغل ماشينز تانيه حسب في مساحه في الرامات عندك فاضيه ولا مفيش. طب اعرف ازاي؟ اقول لك تعرف ازاي. رايت كليك تحت كده على البار اللي تحت ده، وهات التاسك مانجر، وهات بيرفورمانس. هتلاقي هنا ايه بقى؟ الميموري، الرامات بتاعتك. ها انا عندي الرامات قد ايه؟ 15 و9 يعني تقريبا 16. طب المستهلك منها قد ايه؟ 8 و8. يعني انا لسه عندي 8 جيجا فاضيين اقدر ان انا اشغل فيرتشوال ماشينز. انت عارف انا كده معايا لحد ما اشغل ايه؟ ممكن اشغل 8 فيرتشوال ماشينز كمان، وادي لكل واحده مثلا جيجا، تمام، طول ما انا عندي مساحه ايه؟ مساحه فاضيه في الرامات بتاعتي واصله. فالله يكرمك راعي ان انت تدي كل جهاز رامات تناسبه وما تدوش كتير قوي زياده عن اللزوم، عشان يبقى عندك فرصه ان انت تشغل، هنحتاج نشغل اجهزه كمان مستقبلا يعني. ها حد عنده اي سؤال حتى الان؟ ممتاز. طيب السؤال بقى المهم دلوقتي هو ازاي انا عملت الماشينز دي، سواء 2016 سواء اكس بي سواء 10 او 7. هو ده بقى اللي انا هعلمه لك دلوقتي.
حضرتك طبعا لو انت لسه مسطب عندك برنامج الفيم وير هتفتحه هتلاقيه فاضي، مش هتلاقي فيه الفيرجوال ماشينز الكتير اللي انا عاملها على الشمال ديت. حضرتك بقى تبدأ تصنع اللاب بتاعك وهتبنيه بنفسك اللي هتبدأ تشتغل عليه بعد كده. طب ابنيه ازاي؟ هقول له فايل، قلنا انا عايز اعمل نيو فيرتشوال ماشين. قبل بس ما اكمل في الخطوات ديت، قبل ما اكمل، تكون انت مجهز فولدر زي ما انا بص كده في الدي مجهز فلادر اهو، فولدر عشان احط فيه نسخة ال 2016، فولدر عشان احط فيه اكس بي، فولدر عشان احط فيه 10 7. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هجهز فولدر، بس انا بص هسميه ايه؟ هسميه تيست 2016. ده اصلا انا هعلمك ازاي تنزل ال 2016، فهحط الفي ام اي الفيرجوال ماشين اللي انا بعملها دلوقتي، هحطها هنا، وبعد كده هبقى امسح الفولدر ده. ده انا بس هعلمك ازاي انا عملت الفيرجوال ماشينز ديت. فانا مجهز الحمد لله فولدر اهو سميته تيست 2016، ده اللي هحط فيه الفيرشوال ماشين الجديده اللي انا هعملها لك دلوقتي. هروح كده واقول له ايه؟ فايل، انا عايز اعمل نيو فيرشوال ماشين. تمام، اختار تيبيكال. كاستم ده بيسالك اسئله كتير قوي، لا خليها تيبيكال، هقول له نيكست. بص بقى الاسئله واحده واحده كده عشان نفهمها مع بعض. بيقول لي انت اكيد هتعمل فيرشوال ماشين عشان تنزل عليها بعد كده ويندوز، طب تحب تحط لنا الفايل بتاع سيديهات الويندوز اللي انت هتنزل بيه ويندوز دلوقتي ولا بعدين تحطه؟ هقوله لا بعدين، مش مشكلة دلوقتي. نيكست. هيقولي طب انت ناوي تنزل على الفيرشوال ماشين اللي انت بتعملها دلوقتي ايه؟ ناوي تنزل عليها 10 ولا 8 ولا 7 ولا ايه بالظبط؟ طب هو ليه بيسألني السؤال ده؟ تعال اشرح لك كده هو ليه بيسألني السؤال ده. في عندنا حاجة اسمها مينيمم اوبريتنج سيستم ريكويرمنت. يعني ايه؟ يعني اي نظام تشغيل بيشترط ان جهازك يبقى ليه مواصفات معينة عشان ينفع ينزل، وهذه المواصفات لو مش متوفرة الويندوز مش هينزل. يعني مثلا ويندوز سيرفر 2016 و10 و7 عمره ما ينفع يتسطب على جهازك الا اذا كانت الرامات بتاعتك على الاقل 512. يعني هنفترض حضرتك عندك جهاز قديم راماته اقل من 512، يبقى انسى ان انت تعرف تنزل عليه ولا ويندوز سيرفر 2016 ولا 10 ولا ايه ولا 7. ينفع تنزل اكس بي؟ اكس بي، بص ال 512 دي لل 7 ولل 10 ولل 2016. 2016، طب اكس بي عارف المينيمم بتاعه كام؟ اكس بي المينيمم بتاعه 128 ميجا رام. يعني ايه اكس بي؟ بيرضى بقليله من الاخر كده، حتى لو الجهاز بتاعك امكانياته ضعيفه هيشتغل معاك زي الفل. فهو ليه بيسألني دلوقتي؟ ليه بيسألني على الويندوز اللي انا ناوي انزله؟ لو هرجع تاني كده، عشان يحط لك ليه رامات تناسبه، يخلي مواصفات الفيرشوال ماشين تناسبه، عشان لما تيجي تنزله ما تتفاجئش ان الويندوز ما بينزلش. واخد بالك؟ طيب في عندنا حاجة تانية اسمها ايه بقى؟ حاجة اسمها الريكومندد هاردوير. ريكومندد هاردوير ايه الريكومندد؟ هو صحيح 7 و10 و2016 ما ينفعوش ينزلوا الا على جهاز رماته على الاقل 512، بس ده مش ريكومندد. يعني هو لو جهازك 512 هيتسطب معاك، مش هيقول لك لا، بس هيبقى بطيء. ففي حاجه اسمها الريكومندد. يعني مثلا بيركمندوا ايه؟ ان ال 2016 تبقى الرامات 2 جيجا مثلا على الاقل، عشان تلاقيه خفيف معاك كده، ما تلاقيهوش بطيء معاك وانت ايه؟ وانت شغال.
واخد بالك؟ طيب هنا بقى الميزه لما انا بقول له ايه؟ انا لما بقول له لو سمحت انا ناوي انزل، طبعا احنا عايزين نجرب ايه؟ احنا عايزين نجرب ويندوز سيرفر 2016 صح كده؟ لما بقول له ويندوز سيرفر 2016 وبكمل معاه بلاقيه هو عمل لي الرامات بالريكومندد هاردوير، يعني بالسيناريو الافضل ليها، هلاقيه مثلا عملها لي 2 جيجا مثلا، هنشوف دلوقتي هيبان. حلو، يبقى انا قلت له نيتي ايه؟ خلي بالك هو لسه الماشين هتبقى فاضيه، مش هيبقى ليها، ده انا بختار النوع عشان يظبط لي الهاردوير بما يناسب هذا الايه؟ هذا النوع. تمام؟ طب هقول له نيكست. نيكست بيقول لي طب انت هتخزنها فين؟ ما مش احنا مجهزين الفولدر اللي هنحط فيه الفيرشوال ماشين؟ هقول له والله براوز هخزنها في الدي، تحديدا فين زي ما اتفقنا؟ في الفولدر اللي اسمه تيستا 2016. طب هتسميها ايه؟ انت مش ملاحظ ان كل ماشين انا عاملها مسميها اسم؟ خلي بالك اوعى تتلخبط، الاسم ده حاجه والاسم اللي انا عاطيه جوه الفيرشوال ماشين حاجه تانية. يعني لو تفتكروا انا كنت مسمي ده كلاينت 1 كلاينت 2 كلاينت 3، ده الاسم اللي جوه الويندوز بتاع الماشين، لكن الاسم اللي بره ده انا بص اكس بي 1 اكس 10 2 7 3، ده اسم انت بتحطه بمزاجك. انا هسميها ايه مثلا؟ هسميها تيست 2016 وهقول له ايه؟ نيكست. يقول لي خلي بالك هذه الفيرشوال ماشين اللي انت بتعملها هتسحب مساحه من الهارد ديسك بتاعك. طيب وعلى قد ما تحط جواها، على قد ما تحط جواها هتسحب. طب انا هقول له خلي بالك اوعى تخليها تسحب اكتر من 60 جيجا. ممكن اقول له لا يعني زود، ده هيبقى ايه؟ هيبقى مساحه الهارد ديسك المتاح لهذه الفيرتشوال ماشين. بيبقى هارد ديسك وهمي وهمي، كل ما تحطه جواه كل ما يكبر، بس اخره قد ايه؟ اخره 60. عايز تخلي انت اخره 100، اخره 120، ده من الاخر كده هيبقى مساحه الهارد ديسك اللي انت بعد كده هتنزل جوه الويندوز. طيب علم على الاوبشن ده عشان يخزن لك الهارد ديسك ده از سنجل فايل. لو علمت على الاوبشن ده بيعمل ايه؟ بيقطع الهارد ديسك لفايلات صغيره، يعني مثلا لو هو 60 جيجا بيقطعه لاتنينات، كل فايل 2 جيجا، كل فايل 2 جيجا، لا يعني اخليه فايل واحد افضل اهو، وهيبقى حجمه قد ايه؟ هيبقى حجمه 60 جيجا. نيكست. خلاص هو كده انا عملت، مبروك عليك، كده كانك نزلت اشتريت جهاز جديد، اشتريت كيسه جديده. تمام؟ راماتها قد ايه؟ 2 جيجا. ليه هو اختار الرامات 2 جيجا؟ عشان هو انا قلت له انا ناوي انزل ويندوز سيرفر، فهو شاف ان الريكومندد اهو، الريكومندد 2 جيجا اهو، بص يقول لك ريكومندد ميموري، واخد بالك؟ المينيمم، لا المينيمم انا مجرب المينيمم 512 مش 1 جيجا، يعني لو عملتها 512 نزلته هتنزل معاك، بس هو هنا شايف ان المينيمم 1 جيجا. طبعا انا يعني 2 جيجا انا بالنسبه لي كتير هنا، فانا هقول له لا معلش يعني ايه كتير علينا 2 جيجا، خليها مثلا ايه جيجا ونص ولا حاجه. اقول له اوكي. طبعا ادي الهارد اهو 60 جيجا هارد. بص كارت النتورك اهو، احنا اتفقنا مع بعض كارت النتورك هنوصله بس كاستم عشان يبقى الجهاز الجديد اللي انا بعمله ده مربوط بالمنظومه اللي احنا عملناها من قبل كده. هقول له وصله في ام نت كام؟ 1. واقول له اوكي، حضرتك كده بتمتلك جهاز جديد تقدر بقى تنزل عليه ويندوز وتتعامل معاه كأنك اشتريت جهاز جديد. طبعا لو شغلته هتلاقيه فاضي، لا في عليه ويندوز ولا اي حاجة زي ما انت شايف كده فاضي. طب وبعدين الحل ايه؟ انت في الحقيقة لو اشتريت جهاز كمبيوتر هتعمل ايه اول ما تشتريه؟ هيبقى معاك السي دي هاية اللي عليها الويندوز وتحطها وتبدا اما بقى سي دي هاي او فلاش. طيب انا بقى معايا ايه هنا؟ حضرتك انا معايا، حضرتك لو دخلت على تالت لينك اديته لكم المحاضره اللي فاتت هتلاقي بص هتنزل انهي بقى؟ ضروري لازم تنزلها. طبعا انا قلت لك هتنزل الفيم وير ورك ستيشن، ده لازم تنزله. ايه كمان هتنزله؟ بص
فين الويندوز سيرفر 2016 اهو، مايكروسوفت ويندوز سيرفر 2016، هي دي نسخة الويندوز سيرفر 2016، هتحملها. طبعا انا اوريدي هي موجودة عندي على الجهاز، ابدأ استخدمها ازاي بقى؟ بص هي موجودة عندي اهي في تولز اوبريتنج سيستم، انا بقى عندي ما شاء الله حاطط نسخة اكس بي ونسخة 10 و8 و7 و2003 و2008 و12 و16 و19، ما تقلقش انا رافع لك معظمهم هنا، يعني هتلاقي هنا ايه، ادي ال 2003، ادي ال 10، ادي ال 8، ادي ال 7، ادي ال 2012، ادي ال 2008، ادي ال 2016، واخد بالك؟ طيب فانا حاطط لك معظمهم، انا عايز انهي؟ انا عايز تحديدا دي اللي انا هستخدمها، انا هاخد المسار بتاعها كده كوبي، دي اللي انا هستخدمها. بص بقى هعمل ايه، بص هعمل ايه، ركز معايا، هروح على الماشين بتاعتي اهي، طبعا الماشين بتاعتي اتفتحت فاضيه مفيهاش اي حاجه، واقف اهو على الشاشه اللي انت شايفها، رايت كليك هنا كده بقول له سيتنج. طبعا في الحقيقه السي دي هاي بتاعت ويندوز سيرفر دي هتبقى معاك على دي في دي او على فلاشه، هتحطها وتبدا تسطب منها. انا هنا بعمل ايه بقى، بقول له سي دي دي في دي، وانا عايز ابراوز الايزو فايل اللي هو ملف نسخه الويندوز اللي انت هتحملها بقى من النت، هبراوز وحدد مكانها. طبعا انت بقى شوف هتحطها عندك في الدي في الاي في الاف حسب المكان اللي عندك، انا عندي حاططها اهي، انا دخلت عليها اهو اهي، هبدا اختارها واقول له اوكي. اوكي طب وبعدين هرستر الجهاز، باور، ها باور اهو، بص انت واحده واحده هتتعود على الفي ام وير، طول ما انا عمال اشتغل عليها هتلاقيني بقول لك معلومه جديده فيه. هرايت كليك هنا كده واقول له باور واقول له ريستارت هذا الجهاز، ريستارت، متاكد عايز تراستر؟ اقول له اه ريستارت. طبعا الجهاز اول ما هيشتغل دلوقتي، ها عمل بوت فروميها السي دي، وهيبدا دلوقتي ينزل الويندوز. هعمل بس ريستارت تاني معلش، اهو هدوس انتر بسرعه، هيبدا دلوقتي الانستليشن. لما اختار في البدايه لازم يكون ايزو، انت هتلاقي الملفات اللي انا رافعها كلها ملفات ايزو، اللي انا رافعها كلها ملفات ايزو، هو بيشترط يا اما ايزو، تعالى كده نشوف، رايت كليك سيتنج او اي حاجه ايمج، يعني مش شرط ايزو، اي حاجه ايمج. لما انا بقول له براوز، بص ايزو وممكن ملف انواع تانية غير الايزو، بس اهم حاجه يبقى ايمج، حاجه ينفع يتعمل بوت منها وتتسطب، هتلاقي انا كل اللي انا رافعه على اللينك اللي بعته لكم كله دوت ايزو دوت ايزو دوت ايزو، تمام. حلو جدا كده بدا عمليه الانستليشن بتاع ويندوز. انا دلوقتي هعلمك ازاي تنزل ويندوز سيرفر 2016 على الجهاز عندك، على الفيرشوال ماشين اللي انت عملتها. حد بس عنده اي سؤال قبل ما اكمل؟ ممتاز. طيب هنا بيسألني على اللغة، اللغة ايه، انجليش؟ خلاص كلام طبعا كلام فاضي كله سهل، واكيد انتوا يعني عدى عليكم قبل كده نزلتوا ويندوزات كتيرة، يعني هقول له نيكست. بيقول لي انت عايز تريبير، ريبير دي بنحتاجها لما يبقى في عندك مشكلة في الويندوز اللي نازل على الجهاز وعايز تحلها، لكن انا دلوقتي عايز اقول له لا انا عايز ايه، انستول. على فكرة الانستليشن بتاع ويندوز سيرفر سواء 2008 او 2012 او 2016 اسهل مليون مره من الانستليشن بتاع الويندوز كلاينت، يعني يمكن ويندوز 10 الانستليشن بتاعه اصعب من ويندوز سيرفر. فويندوز سيرفر ده لو جبت عيل صغير كده يسطبه هيعرف يسطبه، سهل جدا جدا جدا، لان هو بيسالني كام سؤال وخلاص على كده، وبيسطب مع نفسه ويعمل كل حاجه مع نفسه. هنا بقى وقفنا وقفة لازم نشرحها بقى، تمام. بيقول لي انت عايز ايه، انت عايز ويندوز سيرفر ايه، ستاندرد ولا داتا سنتر؟ ايه ده، واضح ان ويندوز سيرفر ده فيه منه اصدارات. بيقول لي انت عايزه ديسك توب اكسبيرينس، وجايب لي اختيار تاني مش مكتوب عليه ديسك توب اكسبيرينس. تعال اشرح لك الاول ايه المواضيع ديت، ها،
وبعدين نبدأ ايه نكمل. بصوا بقى ركزوا معايا، هفتح صفحة جديدة غير ديت. انا دلوقتي هكلمك على الاصدارات بتاعت ويندوز سيرفر 2016. مايكروسوفت عاملة من 2016 كذا نسخة كذا نسخة، اشهرهم ايه؟ نسخة ستاندرد، ونسخة داتا سنتر. الفرق ما بينهم في الامكانيات، الداتا سنتر امكانياتها اعلى من الستاندرد بس للاسف بتبقى اغلى اغلى، يعني احيانا اسعارها بتوصل نسخة داتا سنتر ل 6000 دولار مثلا، 5000 دولار. طب النسخة الستاندرد 1000 دولار مثلا. طب ايه الاكثر استخداما في الشركات؟ الاكثر استخداما اللي هي الستاندرد، تمام؟ طيب ده لو انت هتشتري النسخة. يعني بص انا طبعا هوريك على جهازي الرئيسي اللي انا شغال عليه. انا قلت لك في اول محاضرة ان انا نازل عليه ويندوز 2016 2019، انا منزل انهي نسخة؟ الداتا سنتر، تمام؟ فالداتا سنتر امكانياتها اعلى، وهنعرف قدام واحدة واحدة مع بعض ايه يعني الزيادة اللي في الداتا سنتر مش موجود في الستاندرد. حلو جدا. طيب يبقى انت عندك نوعين، هنستخدم احنا انهي؟ احنا بما اننا يعني نسخة الويندوز دي لا شارينها ولا حاجة، احنا بنجرب بيها وبنتدرب بس عليها، مش بنستخدمها استخدام يعني تجاري، احنا بنتدرب عليها، فهنستخدم الداتا سنتر عشان يبقى بكل الامكانيات معانا، تمام كده؟ طيب وانا بسطب النسخة بيسألني سواء بقى في الستاندرد او في الداتا سنتر، انت عايزها بالديسك توب اكسبيرينس ولا من غير الديسك توب اكسبيرينس؟ بص اللي مكتوب قدامها ديسك توب اكسبيرينس دي حضرتك بتبقى نسخة جي يو اي، لكن اللي مش مكتوب قدامها دي بتبقى نسخة سي ال اي. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو اخترت اللي هي مش مكتوب قدامها دي، هتلاقي عارف في الاخر جاب لك ايه بعد ما يخلص انستليشن؟ هتلاقيه جاب لك صفحة سودة شبه ايه كده، بص شبه الصفحة السودة اللي هوريها لك دلوقتي دي، صفحة سودة، هتلاقي الويندوز فتح كده صفحة سودة وتتعامل معاه بأوامر، يعني عايز ترستره بأوامر، عايز تسطب عليه حاجة بأوامر، عايز مثلا تديله اي بي بأوامر، كل حاجة عليه بأوامر. طب مايكروسوفت عاملة الكلام ده ليه؟ بتنافس اللينكس، يعني عاملة لك نسخة من الويندوز سيرفر بتنافس اللينكس. ليه؟ لأن النسخة ديت اللي هي من غير جي أو أي، طبعا النسخة الجي أو أي اللي هي إيه بقى؟ النسخة الجي أو أي اللي هي بقى بعد ما تنزل ويندوز تلاقي ما شاء الله بقى قدامك، بص ماوس بقى وماي كمبيوتر وستارت منيو والبارتيشن دبل كليك عليها وتعيش حياتك معاها، تعمل كل شغلك بالماوس بواجهه جي او اي. يعني ايه؟ يعني واجهه رسوميه. فمايكروسوفت عامله نوعين من الويندوز سيرفر، نوع سي ال اي بيسموه نوع الكور، طب ونوع جي او اي بيسموه الديسكتوب اكسبيرينس او بيسموه الرول. يعني مايكروسوفت عامله سيرفر رول وسيرفر كور. الكور ده حضرتك التعامل معاه بأوامر. طيب ايه ميزته يعني؟ يعني التعامل بأوامر ده مقرف، يعني انا اي حاجة عايز اعملها بأوامر. طبعا التعامل بالماوس وبالجي او اي اسهل بكتير، فده عيبه ان هو متعب جدا جدا في التعامل. بس فيه مميزات، البرفورمانس بتاعه افضل، التهنيك فيه اقل، السكيورتي بتاعته اعلى، ما بيسحبش مساحة كبيرة من السي، يعني لما تيجي تسطبه ملفاته مش حجمها مش كبير، ما بيتقلش الجهاز، ينزل على اي جهاز حتى لو كانت رماته اقل من 512 اشتغل معاك زي الفل. فدي النسخة الكور، نسخة خفيفة كده وايه وسريعة والبرفورمانس والسكيورتي فيها اعلى. فمايكروسوفت عاملاها عشان تنافس لينكس، لينكس بيتميز بالسكيورتي العالية والاداء المستقر، لكن أنظمة مايكروسوفت بتهيس كتير وتهنك كتير، فهم عملوا ده كمنافسة للإيه؟ لللينكس. لكن إحنا هنشتغل على إيه؟ على الجي أو أي. إذا لما هنيجي نختار دلوقتي هنختار إيه؟ هنختار أهو
مش هنختار اللي هو مفيش قدامه، لا هختار اللي فيه قدامه. طب ستاندرد ولا داتا سنتر؟ لا اقول داتا سنتر. حتى انت بص لو رحت على ده هيقول لك خلي بالك ده doesn't include a GUI، مفيش جي اي فيه. طب واللي تحت؟ لا ده بقى فيه جي اي، بقى ده ما فيهوش جي اي. طب جايب لك هنا 64، ايه 64 ديت؟ بص اي نظام تشغيل، اي اوبريتنج سيستم بصفه عامه، الكلام ده مش في الويندوز بس، اما يبقى هذا الويندوز 32 او بيسموه اكس 86 او يبقى 64 او بيسموه اكس 64، اما بيبقى 2 بيسموه 32 بيت او 64 بيت. بيتس يعني انا هديك مثال، الجهاز اللي انا منزله الويندوز انا منزله على جهازي الرئيسي، رايت كليك عليه بروبرتيز كده، بص بيقول لك ايه هذا الويندوز 64 بيت. طيب بص هوريك اللي انا منزلهم جوه الفيم وير، زي مثلا 10، ده 10 مكتوب ايه هنا 32. اذا الويندوز ده ما بينزل في منه 32 وفي منه ايه ها 64. طيب بص بقى ويندوز سيرفر 2012 ويندوز سيرفر 2016 ما فيش منه غير 64 بيتس اونلي، ما فيش. طب الاكس بي وال8 وال10 وال7 كل دول في منهم النسخ ال 32 وفي منهم النسخ ال 64. طب انا لما انزل انهي؟ طيب بص كده نسخ الويندوز ال 32 بيت ما بتقدرش تتعامل مع رامات بالكتير قوي ماكسيمم 4 جيجا رام. يعني لو انت جهازك راماته اكتر من 4 جيجا رام اوعى اوعى تغلط الغلطه دي وتنزل عليه ويندوز 32 بيت، اوعى تغلط. لكن لو رماتك اقل ماشي ممكن تتنازل وتنزل 32 بيت، لكن لو رماتك اكبر من 4 جيجا يبقى وانت مغمض مثلا جهازك 8 جيجا رام 16 جيجا رام 32 جيجا رام، لا يبقى لازم تنزل النسخه ال 64. النسخه ال 64 تقدر تتعامل مع رامات اكتر. عارف حضرتك لو جهازك رامته 8 جيجا رام وانت نزلت الويندوز اللي هو ال 32 ده مش هيشوف من ال 8 جيجا غير 4 جيجا وساعات اقل كمان من ال 4 جيجا. تمام؟ طيب نسخ ويندوز سيرفر مفيش منها غير 32 سوري 64، لكن الاكس بي وال8 وال7 في ده وفي ده. طبعا انت لو رماتك اكتر من 4 جيجا يبقى وانت مغمض انك تستخدم النسخه الايه؟ ال 4 وايه؟ ال 64. واصله؟ طب احنا بقى بالنسبه لنا دلوقتي واحنا بننستول ويندوز سيرفر 2016 دلوقتي بيقول لي بص كله ايه 64 ويندوز سيرفر 2016 و2012 مفيش منه غير 64 بيت فقط. طيب خلاص هختار اني استنى داتا سنتر، هختار داتا سنتر. طب ديسك توب اكسبيرينس ولا من غير جي او اي؟ لا هختار اللي هي الديسك توب اكسبيرينس واكمل معاك. نيكست بيقول لي في اتفاقيه كده بيننا وبين مايكروسوفت موافق عليها ولا مش موافق؟ اقول له اه طبعا موافق. نيكست بيقول لي وانت عايز تابجريد ولا كاستم؟ ابجريد ديت بنحتاجها امتى؟ لو فرضا الجهاز بتاعك نازل عليه ويندوز سيرفر بس كان مثلا 2012 وانت عايز تابجريده ل 2016 فهتختار ابجريد. لكن انا دلوقتي لا انا مش عايز ابجريد، هو اصلا الجهاز بتاعي فاضي ما فيش عليه ويندوز اصلا، فاختار ايه بقى؟ هختار كاستم. هنا بقى لو انت عايز تقسم الهارد بقى لبارتيشنز وتبدا تختار البارتيشن اللي هتنزل عليه ويندوز، انا هقول له لا خليه كله كده بارتيشن واحد وهدوس نيكست. اقدر اقول لك كده حضرتك مبروك عليك خلصنا الانستليشن بتاع ويندوز سيرفر. في اسهل من كده؟ اسهل انستليشن بتاع اسهل من حتى من 7 او اكس بي او 10. تمام؟ هتوقع حاجه واحده بس اخيره هيسألني عليها لما يخلص، أنا طبعًا هسيبه يخلص على مهله، هيسألني على حاجة واحدة بس لما يخلص، هيسألني على باسورد. يعني تعالى كده نتخيل مع بعض إن هو ده الجهاز اللي إحنا بننزل عليه الويندوز.
هرسطره، يعني يعتبر ده هو ده، بس ده ايه احنا مستنينه ايه يخلص. ده لما هيخلص هيعمل ايه؟ يعتبر ده كده خلص اهو ورستر، وبيفتح في البداية. ايه اللي هيجيلي في البداية؟ طبعا هوريك عملي على ده لما يخلص، بس عايز اشرح لك بس على ده عقبال ما ده ايه، عقبال ما ده يخلص. طيب فتح اهو جميع نسخ ويندوز سيرفر، لما بتفتح بتلاقيه موقفك على شاشة كده ويقول لك لو سمحت، لو عايز تعمل لوجن على الجهاز، يعني لو عايز تدخل على الجهاز، الاول دوس الت كنترول ديليت. في الحقيقة لو انت شغال على جهاز حقيقي هتدوس الت كنترول ديليت. بما اننا شغالين على فيم وير، ركز معايا في الحتة دي مهمة جدا، يبقى هتدوس على الت كنترول انسرت. في زرار في الكيبورد اسمه انسرت، اوعى تعمل الت كنترول ديليت، اعمل الت كنترول انسرت، ده كلام خاص بالفي ام وير. تمام، او ترايت كليك هنا وتقول له ايه سند الت كنترول ديليت. طب تعالى انا هعملها هي، بص بص دلوقتي هو عشان اعرف اعمل لوجن وادخل على الجهاز محتاج ادوس الت كنترول ديليت. اتفقنا مع بعض، هدوس الت كنترول ها انسرت، جاب لي الصفحه دي. ايه اللي هيحصل بقى؟ هيطلب، لو انا لسه بنزل الويندوز هيطلب مني باسورد غصب عنك، غصب عنك. ويندوز سيرفر من اول 2008 و12 و16 غصب عنك لما تنزل الويندوز لازم تعمل له باسورد. يعني عارف مثلا ويندوز 10 وانا بسطبه، بص انا هرستره دلوقتي، اعتبره دلوقتي اتسطب وبيفتح معانا. لما هيجي يفتح معانا هتلاقيه فتح على طول. ليه؟ وانا بنزل ويندوز 10 قال لي عايز تعمل له باسورد، قلت له لا، قال لي خلاص براحتك انت حر. لكن في ويندوز سيرفر غصب عنك لازم تعمل له باسورد. وايه كمان؟ ده الباسورد ليها شروط، لازم تبقى باسورد معقده. لازم تبقى باسورد معقده، يعني ايه معقده؟ يعني فيها كابيتال وسمول ورموز وحروف يعني ايه ميكس كده، مش اي حاجه، خد بالك. طب تعالى كده بص ويندوز 10، انا رستارته دلوقتي ويندوز 10، بص هتلاقيه دخل وفتح مع نفسه على طول. اولا لا جاب لي الت كنترول ديليت اولا، ثانيا ما سالنيش على باسورد. انما ويندوز سيرفر غصب عنك هو اهو خلاص هانت قرب يخلص هيسالني على باسورد. طب انا عامل له هنا، انا عملت له بقى باسورد وانا بسطبه، بس الباسورد دي بيسالني عليها في الاخر خالص، في الاخر خالص. طيب الباسورد انا عملتها ايه؟ عشان خلي بالك الباسورد ديت هي اللي بنستخدمها في كل لابات مايكروسوفت. بنستخدم كلمه باسورد بس، يعني لو انا حطيتها زي ما هي كده كلمه باسورد مش هتتقبل، لازم تبقى معقده. فبنعمل ايه بقى؟ بنخلي حرف البي اللي في الاول ده كابيتال، وحرف الاي ات، وبعدين اس اس دبليو، وحرف الاو بخليه زيرو، وبعد كده ار دي. شفت احنا عملنا ايه عشان نخليها معقده؟ عشان يبقى فيه كابيتال وسمول ورموز وارقام. ساعات في ناس بيعملوا ايه، بي كابيتال ات والاس اس دي يعملوا دولار دولار، وبعد كده دبليو زيرو ار دي. دي ماشي ودي ماشي، انت طبعا ممكن تعمل اللي تعجبك، بس عشان يبقى باسورد موحده نستخدمها على لاباتنا كلها عشان ما تنساهاش مستقبلا. اهي هي دي الباسورد اللي انا هستخدمها، وهي دي فعلا انا هكتبها. بص هكتبها هنا اهو على ده، بعدها هيعمل لوجن. بص عايز تتاكد منها قبل ما تدوس انتر، اهي كلمه باس، انا ابص انا كتبتها غلط اهو، هكتبها تاني. تعالى كده اتاكد منها، اه فعلا كده ايه انا كاتبها صح. هقول له لوجن، عمل لوجن بنجاح. تعالى نروح على ده كده زمان وخلص، هانت اهو الحمد لله 100%. هيرستر دلوقتي، هيرستر، واول حاجه هيطلبها مني بعد الريستارت ايه؟ ان انا غصب عني اعمل له باسورد، مش هينفع اسيبه من غير باسورد.
ولها فور سكيورتي عشان محدش يعرف يستخدم الجهاز ده غيرك. لكن بص ويندوز 10 لما رستارت وفتح على طول ودخل معايا، هنا اختيار تعمل له باسورد، لكن هنا اجبار لازم تعمل له ايه؟ تعمل له باسورد. اهو الراجل اهو هيرستر، اهو ريستارت ناو. تعال نشوف بعد ما هيرستر وهيدخل هيجيب لي ايه بالظبط. لو حد عنده سؤال عقبال ما يفتح كده يتفضل يسأل براحته. ممتاز. عقبال كده ما يصدق في حد ما يعرفش ينزل ويندوز 10، في حد عمره ما عمل انستليشن لويندوز 10. انا ممكن دلوقتي اعمل فيرتشوال ماشين تانية واعلمك ازاي تنزل ويندوز 10، بس لو الناس كلها عارفة خلاص يبقى حرام نضيع وقت فيها. خش على حاجة اهم. واضح اكيد عند كل الناس، عند كل الناس تمام. يعني انا خلاص انا هستخدم ويندوز 10 اللي انا عاملها دي مش ها. ها تمام. نزلت سيرفر قبل كده. باشمهندس حسين انت ما حضرتش محاضرة امبارح يا باشمهندس حسين؟ اه تمام. انا اللينكات دي بعتها، هبعتها لكم طيب دلوقتي على جروب الواتس، حالا هبعتها لكم على جروب الواتس. طيب بسم الله نكمل بقى. تعالوا كده نشوف اهو ويندوز سيرفر خلص اهو انستليشن. بص بقى بيقول لي ايه، بيقول لي لا انا لازم تعمل لي باسورد غصب عنك. طب انا لو عايز اقول له فينش من غير ما اكتب باسورد؟ لا لازم وتبقى كومبلكس كمان معقده. فاحنا هنكتب الباسورد اللي احنا اتفقنا عليه اهي، باسورد اتاكد حتى منها كده قبل ما تدوس نيكست اهي، كلمه باسورد اللي احنا ايه قلنا عليها، وبعدين اقول له فينش. مبروك عليك كده انت يعني خلصت الانستليشن. بص اهو بيطلب منك الت كنترول ديليت في الاول، الت كنترول ديليت وهتكتب الباسورد انتر. ما قلنا طبعا في الفيم وير بتكتب الت كنترول انسيرت وكده الويندوز. كده الويندوز اتعمل له لوجن خلاص، مش كده كده انت سطبته خلاص. هتقابلك بس مشكله متعلقه بالفيم وير، مشكله متعلقه بالفيم وير. احنا كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا وما تنساش المصطلحات اللي انا هفكرك بيها دلوقتي ديت. احنا كنا قلنا ان الويندوز اللي نازل جوه الفيرشوال ماشين بيسموه الجيست اوبريتنج سيستم. طب والويندوز اللي نازل على الجهاز الرئيسي بيسموه الهوست اوبريتنج سيستم. هو سؤال بقى، هو انا اقدر اكوبي حاجه من جوه لبره؟ يعني من ايه؟ من الهوست للجيست او العكس؟ يعني اكوبي حاجه من هنا لهنا او العكس؟ ينفع اسحب حاجه دراج اند دروب من جوه لبره او العكس؟ يعني ينفع كده يبقى في تفاعل ما بين ايه؟ ما بين الهوست اوبريتنج سيستم والجيست اوبريتنج سيستم؟ ينفع بس بشرط. يعني تعال نجرب دلوقتي. بص انا عندي مثلا الملف ده عايز اخده كوبي، ينفع اخده كوبي واحطه على مثلا 10؟ تعال نجرب كده. ايه ده نافع اهو. طب ينفع مثلا ادراج حاجه من بره كده، اسحبها كده بره واعمل لها مثلا
او اخدها كوبي، ده مثلا اخده كوبي احطه على جهاز بره، على الجهاز بره عندي. ينفع دراج اند دروب، بس ده بشرط. يعني الموضوع ده عشان ينجح ليه شرط عشان ينجح. ينفع اسحب حاجه دراج اند دروب؟ عادي يعني. بص اسحب كده اهو، اسحب حاجه من بره احطها جوه اهو، اتحطت معايا. تمام. حضرتك لو جيت تجرب الموضوع ده على الجهاز الجديد اللي احنا لسه عاملينه، اللي هو ويندوز سيرفر 2016 اللي احنا لسه حالا عاملينه، لو جيت تجربه مش هتلاقيه شغال. يعني بص جرب كده كوبي من هنا على الماشين ديت، بص البيست مش شغال. حضرتك الديفولت لو انت لسه عامل فيرتشوال ماشين ومنزل جواها ويندوز حالا دلوقتي، الديفولت ايه؟ للاسف ما بينفعش تكوبير حاجه من بره لجوه ولا العكس. ما بتعرفش تبني علاقه ما بين الجيست اوبريتنج سيستم والهوست اوبريتنج سيستم للاسف. طب الحل ايه؟ قال لك لازم نسطب جوه هنا، جوه انهي ويندوز اللي هو الجيست ده اللي هو ال 2016 اللي احنا لسه حالا منزلينه، لازم ننزل جواه حاجه اسمها في ام وير تولز. بص لو وقفت انا على الماشين ديت رايت كليك، حاجه اسمها ايه؟ في ام وير تولز. دي لازم تسطب جوه الويندوز اللي انت لسه حالا عامله ايه؟ عامله جديد. قول له انستول في ام وير تولز. تمام. بص ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي. قال لي يلا بينا، هدوس هنا يلا بينا نرن نسطب الفي مور تولز. اقول له يلا بينا نسطب الفي مور تولز. بعد عمل سيت اب للفي ام وير تولز، حضرتك هتقدر بقى بعد كده تاخد حاجات من بره كوبي جوه وهكذا، والدنيا هتشتغل معاك ما بين الهوست اوبريتنج سيستم والجيست اوبريتنج سيستم بكل سهوله وبساطه. نيكست نيكست انستول. طبعا لازم بعد ما نسطب هذه التول نعمل ريستارت، لازم نعمل ريستارت. لاحظ كمان ان الريزوليوشن بتاع الصوره ديت شايف مش فول سكرين زي دي فول سكرين، لكن ديت مش فول سكرين. فلو انت عايزها فول سكرين لازم تسطب الفي موتو. ساعات كمان تلاقي الفيرشوال ماشين اللي جوه ديت الكارت الساوند فيها مش شغال مثلا يعني، فلا لما تسطب الفي مور تولز ديت تلاقي كارت الساوند اشتغل زي الفل. يعني من الاخر كده الفي مور تولز دي بتعالج، ابص الحمد لله بقت فول سكرين اهي. وهتلاقي ايه بقى؟ اي حاجه مثلا ما كانتش متعرفه في الفيرجوال ماشين هتتعرف معاك وتشتغل تمام. فينش هيقول لي لا انا محتاج ريستارت. يبقى خدها قاعده، اول حاجه تعملها بعد ما تسطب الفي موير ان انت بعد ما تسطب الويندوز جوه الفي موير تسطب ايه بعد كده؟ الفي ام وير تولز. مهمه جدا 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 كده. هي الحمد لله اتسطبت وهيرستر بس الايه الجهاز. هعمل لوجن عادي جدا واقول له ايه الباسورد اهي. مبروك عليك، انت كده بقى عندك ويندوز سيرفر 2016. طيب يا ترى اسمه ايه؟ احنا اتفقنا مع بعض الجهاز هنديله اسم. خش كده على سيستم، هنديله اسم ونديله اي بي، وده احنا عملناه. لو تفتكر انا اشتغلت بقى على الماشين الاصليه اللي كانت عندي من الاول ديت، سميتها بي دي سي واديتها 10.0.0.200. نفس الكلام بقى هتعمله هنا، نفس الكلام. طب سؤال، احنا عايزين حاجه من دي بقى دلوقتي؟ خلاص مش عايزين حاجه منها، ما احنا عاملين واحده زيها. انا علمتك ازاي اعمل واحده ايها زيها. هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ بص كده انا مش عايز دي، هعمل لها باور اوف شوت داون او باور اوف. ايه الفرق ما بين شوت داون وباور اوف؟ باور اوف كانك شلت الفيشه منها، شديت الكهرباء. شوت داون اللي هيعمل لها شوت داون عادي، كانك فتحت ستارت هنا كده وعملت ايه؟ شوت داون. تمام. طب انا اقول له ايه؟ شوت داون. شوت داون هطفيها. طب وبعدين بعد ما هطفيها؟ بص بقى هقفل الملف ده،
همسحه لان انا هلاقيه ظهر في الليسته اللي عندي. بص شايف الليسته اللي في الجنب دي بتحط فيها اي فيرتشوال ماشين موجوده عندك، هعمل ايه؟ همسحه من هنا ريموف. طب خلي بالك لسه الفولدر بتاع هذه الفيرتشوال ماشين موجود جوه، يعني انا لو جيت عندي هنا في الدي الفولدر اسمه تيست 2016 اهو لسه الملفات موجوده. بص شايف ده ايه؟ ده الهارد ديسك الوهمي اللي انا حطيته جوه الفيرتشوال ماشين. حجمه بقى قد ايه؟ 10 جيجا. خد بالك هو ده على قد الداتا اللي اتحطت جواه. لما نزلت الويندوز، الويندوز سيرفر 2016 يحتاج 10 جيجا. طبعا حضرتك كل ما هتحط كل ما الفايل ده هيكبر هيكبر هيكبر، اخره هيبقى قد ايه؟ اخره هيبقى 60 جيجا زي ما احنا حددنا واحنا بنكريت الفيرتشوال ماشين. واصله؟ طب هل انا بقى عايز الملفات دي دلوقتي؟ مش عايز. طب افرض انا رجعت في كلامي، لا انا عايز اشغل الماشين دي، اشغلها ازاي؟ لو انا عايز اشغلها تاني، الفيرتشوال ماشين بتبقى عباره عن شويه ملفات، من ضمنهم اهم ملف اللي هو ده، امتداده مميز، هو الملف الوحيد اللي هيبقى امتداده دوت في ام اكس ما بين الفايلات اللي موجوده كلها، وهتلاقي الايقونه بتاعته مميزه وشكلها مختلف عن باقي الايقونات الاخرى. حضرتك بمنتهى البساطه لو رجعت في كلامك وعايز تشغل هذه الفيرتشوال ماشين تاني، دوس على الملف ده دبل كليك، هتلاقي بص ايه اللي حصل، هتلاقيها ظهرت لك تاني جوه، اهي ظهرت تاني جوه الفيم وير. شغلها لو عايز، شغلها لو عايز، واخد بالك؟ طب انا مش عايزها، يبقى خلاص انا هدوس اكس هنا وهمسحها من هنا خلاص، هي لان هي رجعت تاني دلوقتي، همسحها من هنا واقوم جاي على الفولدر ده كده كله على بعضه، رايت كليك كده واقول له ايه؟ ها ديليت، مش عايزه، ما انا معايا واحد غيره، معايا ماشين تانيه غيرها. يس كده بالسلامه الماشين اتدلتت، وامسحها طبعا من ريسايكل بين عشان انا محتاج مساحه عندي اهو كده. ايه كده؟ خلاص الماشين رجعت تاني، اتدلتت خلاص. نشتغل بقى على انهي؟ نشتغل على ديت. ها اي حد عنده اي مشكله او سؤال كده قبل ما نكمل؟ طيب بصوا بقى، اول حاجه بنعملها بعد ما ننزل الويندوز على الجهاز، اول حاجه بنعملها ان احنا نعمل له حاجه بيسموها اكتيفيشن. ان ايه اكتيفيشن؟ مفترض في الحقيقه انت شاري نسخه الويندوز ديت من مايكروسوفت، والكلام ده ينطبق سواء انت هتستخدم ويندوز سيرفر او ويندوز كلاينت. يعني انا تين خلاص احنا سطبناها واحنا اتفقنا مع بعض ان انتوا خلاص عارفين السيت اب بتاعها ازاي. طب ايه اول حاجه بنعملها بعد ما ننزل الويندوز؟ طبعا في حاجات بديهيه، اولا تدي الجهاز اي بي، ثانيا تسميه، انا سميته ايه لو تفتكروا؟ ويندوز سيرفر سميته بي دي سي. ثالثا تعمل له اكتيفيشن. ايه الاكتيفيشن ده؟ بتسجل النسخه بتاعتك، رايت كليك هنا كده بروبرتيز، بص بيقول لك الويندوز از نوت اكتيفيتد. المفترض لما بتشتري نسخه الويندوز من مايكروسوفت بيبقى ليها السيريال الخاص بيها، اكيد عدى عليكم 100000 مره قبل كده موضوع السيريال ده. السيريال ده بقول انا عايزه ايه؟ عايزه اكتيفيت الويندوز، تمام؟ بس بشرط خلي بالك لازم تكون كونكتد بالانترنت، وبتحط السيريال اللي انت واخده من مايكروسوفت حسب بقى انت ايه اشتريت النسخه ازاي واخدت السيريال بتاعها وتبدا ايه تحطه. طبعا السيريال ده بيبقى غالي، السيريال ده لو انت هتشتغل ليجل بيبقى غالي. انا بقول لك النسخه الداتا سنتر احيانا سعرها بيوصل ل 6000 دولار، والستاندرد بتوصل ل 1000 دولار، واخد بالك؟ فالتكلفه بتاعته بتبقى غاليه، فانت عشان تعمل اكتيفيشن للنسخه محتاج السيريال، وسيريال تبقى واخده من مايكروسوفت، واولا لازم تبقى كونكتد بالانترنت، وبعدين تقول له اكتيفيت. فلو انت واصل بالانترنت، يعني انا دلوقتي هو هيحمل مش هيجيب حاجه لان انا مش واصل بالنت. لو انت طب تعال نشوف على تن كده، على تن رايت كليك هنا كده بروبرتيز، بيقول لي هنا ايه؟ ويندوز از نوت اكتيفيت. هقول له ايه؟ طب اكتيفيت.
تقريبا هنا هيجيب لي بص بيقول لي ايه، انت عايز تحط الكي اللي انت واخده من مايكروسوفت؟ اقول له اه، وبحط الكي هنا. طب هل احنا شاريين النسخ ديت؟ الاجابه لا. هل احنا معانا الكي الاوريجينال اللي واخدينه من مايكروسوفت؟ الاجابه لا. في الحقيقه حضرتك هيبقى معاك الكي لو انت شغال ليجل في الشركه عندك، لكن احنا دلوقتي هنشتغل بايه؟ احنا دلوقتي اغراض تدريب، احنا بنشرح مش حاجه تجاريه احنا بنستخدمها. طب فهنعمل ايه بقى؟ الحاجه المشهوره اللي معظم الناس بيعملوها، كراك. في كراك كده اهو هوريه لكم، موجود برضو في الماتيريال اللي انا رافعها. يعني حضرتك لو دخلت على الماتيريال اللي انا رافعها هتلاقي فولدر انا عامله اسمه ايه؟ كراك اول اوبريتنج سيستم. ده فولدر انا حاطط فيه ايه؟ جميع انواع الكراكات اللي ممكن تاكتيفيت بيها اي نسخه ويندوز عندك، سواء اكس بي او 8 او 7 او 10 او ويندوز سيرفر من اول 2003 لحد 2019. طيب ايه اشهر كراك انا بستخدمه؟ تعال بقى اوريك في التولز عندي بقى. اهو انا في التولز عندي عامل فولدر اسمه اهو هو كراك كله هو اللي انا رافعه. مشهور قوي الكي ام اس ده، ده كراك معروف. اهو كي ام اس ده انا هاخده كده كوبي. بس خد بالك عشان في كراكات ممكن تنزلها في الانترنت يطلع فيها فيروس، وممكن كراكات ما فيهاش فيروس بس برامج الانتي فيروس عندك هتشوفها على انها فيروس. فخلي بالك، خليك حريص وانت بتستخدم الكراك ده لو انت هتشتغل يعني بكراك. هاخد الكراك ده رايت كليك كده بيست. طبعا قدرت اكوبي من بره لجوه ليه؟ عشان انا مسطب ايه؟ مسطب الفي موير تولز، خد بالك. طب الكراك ده هحطه على ويندوز سيرفر وعلى 10 على 10 اهو. حلو جدا، يا دوبك بس هعمل ايه؟ هدبل كليك عليه. هذا الكراك يقدر ياكتيفيت سواء ويندوز او اوفيس، يعني لو انت عندك اوفيس على جهازك وعايز تعمل له اكتيفيشن يقدر يعمل له اكتيفيت. هقول له انا عايز اعمل اكتيفيت ويندوز ولا اوفيس؟ اقول له لا ويندوز. اديله بس ايه دقيقه كده ولا حاجه، تعالى بالمره على ويندوز 10. هدبل كليك هنا واقول له اكتيفيشن. اكتيفيت ايه؟ ويندوز. هيبدا دلوقتي يعمل اكتيفيت للايه؟ تعال نشوف ده كده خلص، قرب يخلص اهو. المفترض لما يخلص تمام بدون اي اخطاء رايت كليك على ماي كمبيوتر. واقول له بروبرتيز، الاقي مكتوب لي بقى هنا لسه بيفتح، الاقي مكتوب لي هنا ويندوز از ايه؟ ها اكتيفيتد. وبيقول لي هنا تحب اعمل لك سكيدول. سكيدول السكيدول ده بيعمل ايه؟ هقول له طبعا يس. بيعمل ايه؟ عشان لو في فتره من الفترات لقيت الويندوز مش اكتيفيتد، البرنامج ده بيرجع يرن نفسه اوتوماتيك كل مده، بحيث ان هو يعمل لك اكتيفيت تاني اوتوماتيك للايه؟ للويندوز. كل قد ايه؟ بص بيشغل نفسه كل قد ايه؟ كل 10 ايام. كل 10 ايام يشغل نفسه ويأكتيفيت الويندوز ليك تاني. طيب اهو روح كده على 10 يس، مبروك عليك كده ويندوز 10 رايت كليك بروبرتيز. هتلاقي هنا اصبر بس عليها، هتلاقيه بيقول لك دلوقتي ايه؟ ويندوز از ايه؟ ها اكتيفيتد. تمام؟ فاضل بس حاجة كنا هنشرحها لو احنا اللي نزلنا ويندوز 10. طبعا انتوا قلتوا لي ويندوز 10 تمام والانستليشن بتاعه تمام. لاحظ هنا مكتوب ايه؟ ويندوز 10 انتربرايز. اكتب لي هنا 32 بت. هو ويندوز 10 فيه منه اصدارات؟ اه زيه زي ويندوز سيرفر. ويندوز سيرفر احنا قلنا اصداراته ايه؟ ودي اخر حاجة هنختم بيها وبعدين نطلع بريك ونرجع نشتغل. بصوا احنا المحاضرة بتاعتنا بتبقى يوم السبت 4 ساعات، فبنشتغل ساعتين الا 10 دقايق وبعدين ناخد نص ساعة بريك وبعدين نرجع نكمل بقى اللي فاضل في المحاضرة. تمام؟ فاحنا قدامنا بالظبط 7 دقايق ونطلع بريك، هنرجع وتلت ان شاء الله. طيب بصوا كده ركزوا معايا، احنا لما اتكلمنا على ويندوز سيرفر قلنا ان هو فيه ستاندرد وايه؟
وداتا سنتر. ده بالنسبه لويندوز سيرفر، وما فيش منه غير 64 ايه بيت. احنا قلنا الكلاينت سواء اكس بي 8 7 10 في 32 64. وبرضه حضرتك لو اتعاملت مع، لو اتعاملت سواء مع اكس بي او 8 او 7 او 10، بص بقى حضرتك في عندنا ثلاث نسخ مشهورين، طبعا في اكتر من كده بس انا هقول لك الاشهر. نسخه اسمها هوم، ودي لا تصلح الا للاستخدام المنزلي او مش شغل الشركات، شركه صغيره مثلا. هوم دي اوعى تستخدم هوم دي، مثلا لو انت اشتريت لابتوب عليه ويندوز جاهز بتلاقي النسخه اللي عليه هوم، استخدام شخصي او استخدام منزلي. عندك النسخه البروفيشنال، البروفيشنال، وعندك النسخه الانتربرايز. الاثنين دول هم دول اللي شغل شركات، لكن الهوم ديت شغل هوم، هي باينه من اسمها. تمام. طيب ايه احنا بقى لو في شركه هنستخدم ايه، يا البروفيشنال يا الانتربرايز؟ طب انهي واحده من دول؟ قال لك والله الانتربرايز فيها امكانيات اعلى، هنعرفها قدام مع بعض واحده واحده. لو انت محتاج الامكانيات الزياده اللي في الانتربرايز هات الانتربرايز، بس عيب الانتربرايز ان هي اغلى، فعشان كده معظم الشركات بتشتغل على النسخه البرو. اقول لك الحاجات الزياده اللي في الانتربرايز انا مش محتاجها قوي، فخلاص خليني اوفر في التكلفه واستخدم النسخه الايه، النسخه البرو، واخد بالك؟ طيب عشان كده بص، انا لما رحت هنا على نسخه ويندوز 10 اللي انا مسطبها، يقول لك دي ويندوز 10 ايه، انتربرايز. تمام. طيب هتلاقي في الماتيريال اللي انا رافعها اهو، بص دي نسخه ويندوز 10 انتربرايز 32، دي نسخه ويندوز 10 انتربرايز 64، واخد بالك؟ طبعا في البروفيشنال، في الهوم. احنا طبعا احنا شغلنا بما ان احنا مش فارق معانا مش شارينها ولا حاجه، هنشتغل على اعلى نسخه اللي هي فيها الامكانيات ايه، الامكانيات كلها. وصلت. احنا كده الحمد لله شفنا ازاي جهزنا اللاب. نرجع كده للرسمه اللي قبل دي. احنا كده جهزنا الحمد لله اللاب اللي هنشتغل عليه وهنطبق عليه عملي باقي الكورس بتاعنا. حد عنده اي سؤال او اي استفسار او حاجه واقفه معاه في اللي فات كده؟